إنك تمضي وقت طويل جداً في ابتكار وتجربة المنتجات لمشروعك قبل إطلاقها هو أكيد أمر مهم جداً، ولكن الأهم من هيك إن يكون عندك خطة واضحة ونظرة شاملة وعامة لمشروعك قبل ما حتى إنك تبدأ. وكمان لما تتعلم كيف تجهز لمشروعك وتحدد الفئة المستهدفة وكمان تحدد قيمك ومبادئك وتتعرف على السوق وعلى المنافسين قبل حتى ما تطلق منتجك، هذا أمر بذاته بيضمن لك النجاح. إذن هذا الكورس لإلك لأنه يعتبر شامل وعام لكل حدا حابب إنه يبدأ بصناعة منتجاته.